حياكم الله من جديد. وصلنا لفقرة قصتي اللي نحكيها لكم كل يوم سبت. اليوم قصتنا مع فتون، ومن لحظة ولادتها أصيبت بمرض الجلوكوما في العينين وعملت عدة عمليات متتالية وهي في عمر 3 أيام، نتج عنها فقدان العين اليمنى تماما. كل هذا لم يعيقها عن إكمال تعليمها الجامعي حتى التخرج. معنا من استديوهاتنا في الدمام الملهمة وصاحبة القصة اليوم فتون الأحمري. حياك الله فتون. يا هلا والله، حياك الله أستاذ عبد العزيز. فتون، يعني أنت ملهمتنا اليوم في فقرة قصتي، نتمنى نسمع قصتك في البداية. أول شيء أنا شاكرة لكم وشاكرة لاستضافتكم، وأتمنى أنه فعلا اليوم أقدر ألهم الناس يعني بالشيء اللي أنا أتمنى أو بالرسالة اللي أنا أتمنى أنها توصل. أنا انولدت في سنة 1995 في مدينة الجبال الصناعية. من ساعة الولادة اكتشفوا الأطباء أني أنا مصابة بالجلوكوما، وتم نقلي بشكل مباشر إلى مستشفى الملك خالد التخصصي في الرياض. أجروا لي عدة عمليات من عمر 3 أيام إلى عمر 2 سنين. الحمد لله قدرنا نحافظ على العين اليسرى، وربي كتب أنه أفقد البصر بشكل كلي في العين اليمنى. من عمرك 3 أيام؟ لا، العين اليمنى تقريبا كان عمري 6 شهور 7 شهور لما فقدت البصر فيها. طيب فتون، الآن اللي يشوفك وأنك وصلتي ما شاء الله لخلينا نقول منصب جميل جدا في إحدى الشركات، نبغى نتكلم عن يعني التحول اللي أنت عشتيه من لحظة بديتي تستوعبين في حاجة اسمها وظيفة، في حاجة اسمها مستقبل، في أشياء لازم تتعلميها من الدراسة للجامعة. من الصفر يا أستاذة نهى، أنا كان وصلت لسن إدراك تقريبا بديت أفهم أني أنا مختلفة في سن 3.5 إلى 4 سنوات. بدأت الوالدة الله يطول في عمرها تشرح لي الفرق. طبعا كانت تجيب لي الحروف اللي هي الإسفنجية بشكل كبير من باب أنه ترفع ثقافتي أنه في حروف مبصرين وفي حروف غير مبصرين. فكانت تجيب لي الحروف الممغنطة وتعلمني اللي هي الحروف العادية المبصرة. ولما نوصل عمري إلى 5 سنوات بدأت تشرح لي أنه في حاجة اسمها برايل، وأنه طريقة برايل هي الطريقة اللي تساعد المكفوفين على التعليم، وأنه أنت حتتعلمي بهذه الطريقة لأنه بصرك ضعيف وما حيساعدك أنك تتعلمين بالطريقة العادية. في سنة 2000 تقريبا جت عندي ماما الله يطول بعمرها، قالت لي فتون أنا لقيت مدرسة داخلية في مدينة الحسا اللي هي معهد النور للمكفوفين، تبغين تروحين الحين ولا تستنين لما تكبرين؟ طبعا أنا كنت يعني من أنا صغيرة سبحان الله الله خلقني أحب أتعلم، يعني قلت لها لا أبي أروح الحين. وفعلا دخلت انضميت لمعهد النور في الحسا وظليت فيه سنة كاملة. بعد كذا حصلت عملية الدمج اللي هو أنه يكون في مدارس فيها فصول لذوي الاحتياجات الخاصة، وكان من ضمن الفئات اللي هي فئة المكفوفين. انتقلت إلى مدينة سيهات وصرت يعني أداوم من الجبال، من عند أهلي من الجبال إلى مدينة سيهات لمدة 2.5 سنين. بعد كذا كان هذه في أي مرحلة في الدراسة؟ هذه مرحلة الابتدائية. ابتدائي، أيوه صحيح. ظليت 2.5 سنين أداوم من الجبال إلى سيهات يومياً. بعد كذا كان فيه مقترح بدمج المكفوفين في الفصول العادية، واستاذة جوهر الحليل الله يذكرها بالخير يا رب، كانت في نقاشات مطولة مع الوالدة الله يحفظها، فالوالدة اقترحت انه نبدأ، انه خلينا يعني دام انتم مطرحين المشروع هذا احنا حابين يعني نختبره. قالت لها الأستاذة جوهرة إذا لقيتي مديرة مدرسة تقبل بالتجربة إحنا مستعدين. تواصلت الوالدة، طبعا الوالدة مدرسة، فتواصلت مع مديرة المدرسة اللي هي تدرس فيها اللي هي الأستاذة سلمى اللي هي بالله يذكرها بالخير. قالت لها، عرضت عليها، قالت خلاص من بكرة البنت تداوم عندنا. وفعلا كانوا مستعدين في الجبال عند الوالدة في المدرسة اللي درس فيها الوالدة. يعني أنا كنت بعيدة عنها لمدة 3.5 سنوات، وسبحان الله في يوم وليلة قرروا وتنفذ القرار على طول. جميل جدا، يعني بنفس مدرسة الوالدة. أيوة، وأنا يعني من هنا أشكر أستاذة سلمى وأشكر فريق الابتدائية 10 كامل لأنهم كانوا فعلا مستعدين بكل حاجة. يعني نجحت الخطة على مدى 3 سنوات الباقية، سووا خطة كاملة ونجحت الخطة نجاح مبهر الحمد لله.
تخرجت من سادس ابتدائي وانتقلت يعني كملت تعليمي بعد كذا بسلاسة، لأنه ما شاء الله الخطة نجحت الحمد لله، فظليت في الجبيل إلى أن تخرجت من المرحلة الثانوية، وبرضو قبلت في الكلية الجامعية في الجبيل الصناعية، كمان كنت في قسم لغات وترجمة. ظليت في القسم، لكن المشكلة ما كانت دراسية، بالعكس الكلية الجامعية كانوا يساعدوني بكل اللي يقدرون عليه، ولكن لما طلبت تحويل لقسم إدارة الأعمال بحكم أني ما لقيت نفسي في اللغة الإنجليزية، مع أني كنت درجاتي جدا عالية، معدلي جدا عالي، بس أحس أني ما لقيت فتون، فما لقيت فتون في التخصص. ثاني مثلا يا فتون؟ أيوة، ما لقيت فتون في التخصص، فرفعت طلب للجامعة أنه أنا أبغى أحول تخصصي إلى إدارة الأعمال. قوبل طلبي بالرفض طبعا، ولما رحت أناقش الجامعة قامت اللي كانت قاعدة تناقشني الله يذكرها بالخير، قالت لي فتون إدارة الأعمال كله يحتاج إلى معامل وأجهزة كمبيوتر، ويعني قمت طلعت فيها قلت لها طيب أنت شفتي درجاتي في مواد التحضير في مواد المعامل حقت الكمبيوتر ومواد اللي كانت تعتمد على الأجهزة الوورد والباوربوينت والأكسل والأمور هذه كلها. ما ردت علي، حاولت اني اضغط على نفسي ما شاء الله وتعلمتيها. عفوا، اقول لك ما شاء الله عليك. شوفي احنا كمكفوفين نعتمد على الكمبيوتر بشكل كلي، ترى احنا كمكفوفين نعتمد على الاجهزه، ايباد، كمبيوتر، تقنيات مساعده بشكل جدا كبير، بس انا ما اقدر الومها لانه الوعي بهذا الموضوع غير منتشر في السعوديه. عشان كذا رحت بريطانيا مثلا؟ لا، انا بعد كذا سحبت اوراقي من الجامعه وتحولت الى الجامعه السعوديه الالكترونيه ودخلت قسم التجاره الالكترونيه بحكم أنه هذه رغبتي. أخذت فيه سنة تقريبا، والحقيقة دكتورة مريم الدوسري ما قصرت، وأستاذة عبير الفهاد، أستاذة دكتورة حصة تميمي، كلهم كانوا جدا 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 متعاونات. خلصت المرحلة التحضيرية، صار عندي فيه اللي هي الآيلتس، أنه أنا لازم أختبر اختبار الآيلتس عشان أقدر أكمل في الجامعة. اللي حصل اني لو بكمل هنا في السعودية بأحتاج الى وقت علشان اقدر اني اقدم، تجي الموافقات من البريتش كونسل، وتجي كنت يعني تقريبا حاخذ من 9 شهور الى سنة ونص. قدمت على البريتش كونسل اني بطلع اختبر في بريطانيا، انا كنت احوس وادور في النت، وصحباتي الله يعطيهم العافية يدورون معاي وكلنا ندور. رحت للوالد قلت له لقيت فرصة اني اختبر خلال 3 شهور في بريطانيا، فالوالد قال لي أهد يعني احجزي ونروح ما عندك مشكلة. فهذا اللي حصل فعلا، حجزت وعملت ترتيباتي وطلعت لبريطانيا، أخذت اللي هو اختبار الآيلتس. كانت العملية جدا يعني مشت. كم قعدتي عشان تاخذينها يا فتون؟ شوفي أنا لما حجزت كان الحجز بعد 3 أشهر على بال ما أضبط الفيزا حقتي وأضبط الأمور، لكن حصلت لي ظروف عائلية خلتني أخرها شهرين. لا أنا أقصد كدراسة هي تحتاج. لا طبعاً لا لا، أنا حضرت للآيلتس، أنا حضرت للآيلتس أونلاين. جميل. أنا شوفي التحضير للآيلتس ما كان فيه ذيك الصعوبة لأن كل شيء عندك موجود أونلاين. وإحنا في الجامعة الإلكترونية يعني أصلاً يأهلونك إنك أنت تصيرين تبحثين عن الشيء وتعرفين توصلين للمعلومة أونلاين، يعني هذه من المميزات اللي تعلمناها. طيب. في الجامعة الإلكترونية. طيب إحنا ما نبغى ندخل في التخصص أكثر من حديثنا معك كملهمة، يعني أنت في هذه المسيرة اللي ذكرتيها إحنا نستقبلك اليوم كملهمة وكنموذج مشرف، يعني نوصل رسالة للناس اللي يتقاعسون، يعني أنت شوف الإصرار اللي موجود بشخصيتك عشان تتعلمين. أبرز الصعوبات اللي مرت عليك وتجاوزتيها؟ أبرز الصعوبات اللي مرت علي مثل ما ذكرت لكم أنه ما فيها إلمام بأنه ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة المكفوفين في لهم تقنيات مساعدة تساعدهم أنهم يقومون بالأعمال اليومية زيهم زي الإنسان الطبيعي. يعني أنا من أبرز الأشياء اللي واجهتني لما يقولون بعض التخصصات الجامعية ترفض الكفيفين، ليش وما يقدرون؟ طب أنت كيف حكمت أنهم ما يقدرون إذا أنت ما حاولت أو ما سألتهم إيش التقنيات المساعدة اللي موجودة عندهم؟ يعني أنا بعد ما خرجت من اللغات والترجمة عرفت أن الكفيفين صعب دخولهم للغات والترجمة، يقولون أنهم ما يقدرون، مع العلم أن الكتب الآن تتحول إلكتروني، نستخدم اللي هي الكيبوردات، نستخدم يعني ما في شيء صعب الآن. طيب فتون خلينا يعني من ضمن مراحلك، يعني الآن أنت الآن صرتي موظفة مع الوالد أتوقع. صحيح. فكيف التجربة ومسكتي الآن منصب وإدارة؟ مي بسهلة لما نتكلم أتوقع عن التسويق، هي إدارة التسويق؟ صحيح.
طبعا القصة بدت بعد ما بلشت دراستي في الجامعة الإلكترونية. زي ما تعرفين الدوام يوم أو يومين في الأسبوع فقط، وبقيت الأسبوع فاضية. توجهت للوالد قلت له أنا حابة أني أشتغل معك. قال إيش حابة تسوين يعني بالضبط؟ قلت له أنا حابة أمسك الماركتينج. فأنا كان في أوريدي هناك ماركتينج، فأنا جيت من ضمن الفريق، إنه أنا جيت ماركتينج سوشيال ميديا سبيشالست. بدأت أشوف السوشيال ميديا إيش احتياجاتها، عملت عليها سوات، حللتها، شفت إيش تحتاج من تطوير. وبعد كذا جاني الوالد وطلب مني إنه يستحدث توظيف النساء في الشركة، فكان علي مهمة إنه أنت اختاري التيم النسائي. فعلا الحمد لله ربي وفقني واخترت تيم جميل جدا، منجز جدا. بعد كذا ترقيت إلى منصب الهيد أوف ماركتينج، ومسكت إدارة الفريق النسائي بالكامل. وبعد كذا عملت على خطة تطوير شاملة لسياسات الشركة. بس عسى الوالد زبطك بالراتب يعني. الحمد لله. الوالد مو مقصر. طيب. الله يعطيه العافية. فتون يعني إحنا في الدقيقتين الأخيرة هذه راح نترك المساحة لك إنك توجهين، لو قلنا لك مثلا 4-5 نقاط لابد إن الشخص يعملها لكي يتجاوز المصاعب. أول حاجة، ويمكن لو ما في لهي، لا تستهين بنفسك. مين ما كنت وإيش ما كنت وين ما كان موقعك الجغرافي في هذه الأرض، لا تستهين بنفسك. دائما أعمل بالمتاح في يدك. لما الإنسان يعمل بالشيء المتاح في يده حيطلع له أشياء ما كانت متاحة ولا كانت موجودة أساسا. لكن الإنسان يعرف موارده الحالية ويشتغل فيها. ويعني الموارد أحيانا تكون أشياء جدا بسيطة. أنا كان يعني في مرحلة من مراحل حياتي، غير طبعا دعم العائلة الله يعطيهم العافية، كان موردي الوحيد جوالي، للمعلومات، للبحث، للاطلاع، للتطوير، للدورات، للأمور هذه. الآن أنا وين؟ الآن أنا رئيسة قسم الماركتينج، وبالإضافة إلى أني عضو في لجنة التطوير في الشركة. فإيش ما كان المورد اللي في يدك بسيط وصغير، لا تستهين فيه. أنا ونها كنا نتكلم دائما في بعد ما نسمع قصص كثير من النماذج في فقرة قصتي. سبحان الله، أنا تذكرين لما كنت أقول لك بأنه دائما في فقرة قصتي يكون الأم لها دور كبير. صحيح، تكون داعم في أي كبير. في أي قصة داعم كبير، والحمد لله يعني كل النماذج اللي شفناها يعني حظوا كثير من الدعم من الأم، وأيضا يكون للأب دور، لكن الأم الأب سبحان الله دور كبير. ولكن القاسم المشترك حقيقة في كل القصص اللي عرضناها في الأسابيع الماضية كانت الأم لها دور كبير. بالضبط. طبعا الله يحفظ لك والدتك ووالدك يا فتون، ألهمتينا وموفقة دائما، وبالعكس يعني أنت نموذج، فعلا نموذج لا تستسلم، ما شاء الله عليك. يعني ما عندك اليأس، حولتي من قسم لقسم، جاهدتي، حاولتي قد ما تقدري، فعلا وصلتي ولسه المستقبل قدامك. شكرا جزيلا لك. الله يعطيكم العافية وشاكرة لكم لسلامتكم. موفقة يا رب دائما. يا هلا فيك. نروح لفقرة، فقرة جميلة، يقولون كان ودك بالزين. انت دائما كل ما تكلمنا في موضوع الرطب والتمر متخصصة. انا شك يوم الايام انك انت تروحين مهرجان بريد للتمر. لا تعرف ايش المشكلة اصلا، مجرد انك انت تبدأ تتذوق وتجرب تحس انك اكلت 10-15. الموضوع اللي متكلم عنه تعتقدين يا نهى بانه موضوع نوعي شوي مختلف مع علامة الجودة؟ نشوف. الجودة. نشوف ليش ما نشوف. طبعا هذه الحملة اللي هي بعنوان كان ودك بالزين انشد عنها، هذه حملة أطلقها المركز الوطني للنخيل والتمور. حنعرف تفاصيلها مع ضيفنا مدير علامة التمور السعودية الأستاذ ناصر البيشي. أهلا وسهلا فيك أستاذ ناصر، حياك الله. في البداية نبغى نتعرف على هالحملة الجميلة وأهدافها، خصوصا أنها تستهدف أهم ثمرة عندنا، ثمرة التمور. الله يحييكم جميعا وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نشكر لكم متاحة هذه الفرصة. بداية نعرف علامة التمور السعودية، هي أحد مبادرات المركز الوطني لخير التمور للرفع من جودة قطاع خير التمور. هدفنا من حملة انشد عنها هي نهدف إلى رفع وعي المجتمع بالتعريف عن علامة التمور السعودية وأهميتها، بأنها علامة جودة تضمن سلامة المنتج من بداية سلسلة الإمداد حتى وصولها المستهلك، وبأن المنتجات التي عليها العلامة والمرخصة تم التأكد من سلامتها.
طيب انا كيف اعرف جوده التمر؟ انا سمعت من الشباب يقول لك ان فيه كود يعني تتعرف على نوعيه التمر وجودته، صحيح؟ اي نعم، هذه نقله نوعيه هذه صراحه. اي نعم يوجد على شعار، اشرح لي بالله، اشرح لي اذا تكرمت. تمام. يوجد على شعار العلامه كيو ار كود يوضح مصدر التمر، وايضا يوضح تصنيفه وفئته، هل هو ممتازه ولا اولى ولا ثانيه، بناء على مواصفات قياسيه تتبع للمملكه للتمور السعوديه. عن طريق الجوال طبعا. اي نعم، عن طريق تطبيق علامه التمور السعوديه. طيب استاذ ناصر، لو تكلم يعني الكود هذا، اوكي احنا اتفقنا انه علامه جوده وحاجه جميله انها تعرف المستهلك على جوده المنتج اللي ممكن ياخذه، وش المعايير اللي موجوده في الكود اللي تطمني على جوده التمره اللي انا باخذها؟ يوجد عده، طبعا العلامه تمنح لعده فئات من مزارع، مصانع وشركات، لكل فئه لها معايير خاصه بها. على سبيل المثال في المزارع بنيت على الممارسات الزراعيه الجيده، وايضا تحسين العملية الزراعية بحيث أنها تنتج التمور أو تحصد بشكل آمن، وأيضا تعمل لهذه المنتجات اختبارات سلامة من مطلقيات المبيدات وآفات بحيث أنها نضمن سلامة المنتج حتى وصل للمستهلك. طيب متى راح يبدأ التطبيق؟ يعني أستاذ ناصر، أنا لو رحت محل الآن يبيع تمور، الخدمة موجودة الآن ولا يبي لها وقت؟ لا موجودة الآن. يعني أنا لو رحت الآن طيب لأي محل وما لقيت الكود هذا أو الخدمة المطلوبة، من خلال ان شاء الله هذه الحمله سوف يعني نبرز الاسواق التجزئه ومنافذ البيع والمنصات الرقميه اللي تواصل فيها المنتج بحيث انها تكون سهله الوصول للمستهلك. طيب استاذ ناصر، هذا الكود اجباري؟ لا، هو الكود اختياري. اختيار طبعا هو اجباري على المنتسب والمطبق المعايير، لكن اللي حاب يعمل الكيو ار كود يتقدم للمركز بحيث ان نعمل على الاجراءات اللازمه من خلال. والله يا استاذ ناصر، اذا هو محافظ على الجوده، خصوصا ان هي رمز من رموز المملكه التمره، يعني من الافضل انه يكون اجباري زي هيئه المواصفات والمقاييس اللي قاعده تجبر بكود معين، لان اللي عندهم تلاعب ما راح يحطون الكود. صحيح، بالذات التمر. صحيح، وهذا طموحنا، ان بحيث ان تكون جميع المنتجات عليها الكيو ار كود وشعار العلامه، بحيث انها برضو العلامه ان هدفنا فيها هي تفعيل هويه التمور في المملكه. طيب كم نسبه التلاعب او الخطا في هذا الموضوع استاذ ناصر؟ ان شاء الله ما في اي تلاعب، ان شاء الله ان في عمليه مراقبه دائمه من خلال فريق عمل المركز الوطني لخدمه التمور، كمتابعه دائمه للمنتجين واسواق التجزئه اللي توفر فيها المنتجات. طيب والبسطات يا استاذ ناصر اللي يبسطون الآن ويبيعون تمور، تعمم عليهم التجربة؟ اي نعم، تعمم عليهم التجربة وتتم متابعتهم في حال انهم كانوا طبعا فيه عملية رقابة دائمة على جميع البسطات والمحلات وعلى اسواق التجزئة، بحيث نرى العلامة اذا هي على منتج، هل هي متوافقة على الاشتراطات والمقاييس اللي اصدرها المنتج. جميل. طيب استاذ ناصر، انا كصاحب يعني انتاج تمور، كم تقريبا اخذ وقت على بال ما اقدم واخذ العلامه، علامه التمور السعوديه؟ خلال اسبوعين عمل، من خلال تقديم من خلال البوابه الى الزياره الميدانيه لعمل تحقق من استيفاء المتطلبات حتى تصدر العلامه. كلها على بعض تاخذ اسبوعين؟ اسبوعين عمرين. طيب لو رحت انا بعد شهر مثلا لمحل يبيع التمور سواء تجزئه او بسطات وما لقيت هذا الكود، يعني ابلغ اي جهه بالمخالفه؟ لا، هو ما هو اجباري، اذا المنتج ليس عليه الشعار او الكيو ار كود، هذا يعني ان المنتج غير حاصل على علامه التمر السعوديه. يعني الان الدور على المستهلك الان انه يبحث عن علامه تجاريه. اي نعم، الدور على المستهلك انه يبحث عن شعار العلامه على المنتج. الله يعطيك العافيه. ما تشتري من اي مكان. والله شوف التمر لا يقاوم. الله يسامحك يا استاذ ناصر، الحين جاء في بالي اني اكل تمر. الله يسامحك، موفقين ان شاء الله، ونتمنى والله الخطوه تكون اجباريه مستقبلا، نحرص عليها باذن الله تعالى. الله يعطيك العافيه الاستاذ ناصر البيشي، مدير علامه التمور السعوديه. فتروحون بيت فاصل ونرجع لكم.